حرمانها من الدراسة عنف، حرمانها من العمل يعتبر برضو عنف، أيضا لما تحرمها من الورث فهذا عنف. أشكال كثيرة ومختلفة للعنف ضد المرأة. عشان نتكلم عن أشكال العنف ومتى تقدر تقولي لا سيدتي، تنضم معي في الاستوديو الأستاذة حصة العزاز، أخصائية اجتماعية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم كلكم. نورتين. أهلين سهلين. أستاذة حصة، لما نتكلم عن أشكال العنف، يعني إحنا عارفين إنه العنف الأساسي اللي ممكن نعترض عليه بقوة كمجتمع وكأي مجتمع موجود في العالم، اللي هو العنف انك تمد يدك عليها، سواء كنت ابوها او زوجها اخوها او غيره. لكن لما نتكلم عن العنف النفسي او اشكال العنف المختلفه اللي ممكن تكون مبطنه، تقدر توضحي لنا هي؟ هو العنف له عده صور وعده انواع، وعاده العنف ما يكون من القوي ضد الضعيف، يعني عاده ما يوجه هذا العنف يا للمراه يا للاطفال. وحنا نشوفي في كل نماذج العنف اللي تعرض لنا عبر وسائل الاعلام انه موجه الى المراه او الطفل. نعم. لما يكون في عنف جسدي بيكون فيه يرتبط فيه بشكل او باخر وبطريقه غير مباشره كل انواع العنف، بيصير في عنف نفسي، بيصير في عنف اجتماعي، بيصير في عنف اقتصادي والى اخره. يعني واحده تنطق مثلا من زوجها او من ابوه او من اخوه ممكن تطلع سعيدة في حياتها، إلا ما يصير هذا له عوامل سلبية، عوامل نفسية، ما تقدر تروح للجامعة إذا هي طالبة، ما تقدر تروح الشغل إذا هي موظفة، ما تقدر تروح لسوق العمل إذا هي مشاركة في سوق العمل، إذا هي تربي أطفال ما تقدر تشارك في تربية الأطفال بطريقة سليمة وطريقة بطريقة صحية. تعبانة. جميل. بالضبط. أنا دائما أقول الرجل القوي لا يمد يده ما يضرب، الرجل الضعيف اللي ما عنده شخصية ولا يقدر يتحكم في مشاعره ولا عنده قدرة على النقاش وعلى الإقناع، أقصر طريقة للتعامل وتفكيك اللي قدامه هو يده. صحيح. فعشان كذا هو يمد يده. صحيح. لكن الرجل الحكيم المتوازن مع نفسه ومع عقله ومع مشاعره عمره ما يمد. ممكن تعتبر أستاذ حسن تتفقي معايا، في بعض الرجال أصلا ما عنده ثقة في رجولته، فهو متوقع أنه هو لو مد يده على مرأة أو على أي شخص أضعف منه هذا أكبر دليل أنه هو رجل، صح ولا لا؟ هو ممكن لا، بس أنا أقول لك ليش، لأنه هي خدشت شيء فيه، بس هذه الرجولة تيجي مع رجل مثله بس ما تيجي مع امرأة. هو ليش يمارس هذا العنف ضد المرأة؟ لأنها أضعف منه، بس لو يمارس هذا العنف ضد الرجل، رجل يضرب رجل هيضربه. طيب. يا بالضبط، لأنهم قوة يعني متقاربة مع بعض وفي حس تنافسي بينهم وبين بعض، هو يبغى يحس نفسه لكن قوي. بالضبط. يا وهو عليها. تعبير عن القوة. بالضبط. من الأقوى أنا أو أنت؟ يعني أتوقع الرجل يضرب مرأة لو وقف قدامه رجل، والله العظيم إنه ما يقدر يواجهه. طيب احنا يعني صحيح ما نختلف، دائما كثير ناس يحاولوا يستغلوا مكانتهم السلطوية، حتى الأم السنجل ممكن تمارس العنف ضد أولادها. نخلي هذه المواضيع على جنب، احنا الحين بنتكلم عن الشخص المعنف تحديدا، هو كيف ممكن يحمي نفسه؟ احنا نتكلم انه دائما التوعيه بالنسبه للعنف ضد المراه هي مسؤوليه مجتمعيه، احنا دورنا كاعلام، حضراتكم، في كل مين على حسب مجاله واختصاصه. ليش هذه ما تكون ماده تدرس منذ الصغر لكل انسان يعرف حقه الانساني الطبيعي؟ ليش انا انتظر لين ما اكبر وانضرب واعنف بعدين ادور على حقوقي وادور على المحامي واروح للنفسي والاجتماعي؟ لين ما تكون ماده تعليميه بحيث ان الانسان ينشا عليها. يا هي صحيح، المفروض انها تكون من ضمن مناهج التربيه والتعليم اللي موجوده حاليا، بالذات ان العنف صار مصرح فيه موجود بشكل رسمي. ثقافه فرديه لازم الانسان يعي. وضمن الانظمه والقوانين اللي موجوده في المجتمعات، هو اصلا كسلوك انساني ما هو يعني يجي يكتسب عن طريق. صح. التعلم اللي ينشا في أسرة الأم الأب يضرب الأم يبغى يضرب زوجته يوما ما بشكل مباشر. صح. أو غير مباشر. لأن هذه جزء من ثقافة وبيئة المكان اللي هو عاش فيها اللي تربى فيها، فبالنسبة له ما هي غريبة أنه أم تنضرب أمامهم، فبالتالي بيطلع هو ينضرب يضرب زوجته. البنات لو كبروا وشافوا هذا وتعودوا على هذا السلوك امامهم، كبروا الزوج ضربهم يرون انه عادي، لانه امهم كانت بالضبط، لان امهم كانت تنضرب امامهم، فيرون انه جزء من
انه الاب يربي الام، او انه هذا جزء من يعني التعامل او جزء من طريقه تعامل الزوج مع الزوجه هو الى اخره. لكن هو المشكله هنا انه المفروض انه حتى هذه اللي عندهم هذه وما زالت موجوده للاسف الى يومنا هذا، يعني المفروض انهم هذول يتعلمون المفاهيم الصح من خلال وسائل التعليم اللي هي المدرسه. يعني اذا انا في بيئه ممكن اشوف هذا واتعايش معه بشكل يومي، كيف اعرف الصح من الغلط؟ طب يعني احنا المشكله اللي عادي عندنا انه نشوف الام تتعنف، لكن غلط وشيء لا يقبله العالم كله لما الرجل يتعنف. ما في سيدات برضه بتضرب ازواجها بنسبه قليله، ماشي بنسبه قليله، بس ليش هذا الشيء مره غريب، لكن لما الحرمه تنضرب عادي ما حد يقول شيء، لان بيربيها معناته ما يعني دكتور استاذ حصه في حاجات كمان يعني بالعقل والمنطق والدين ايضا غير مقبوله. يعني لما تجي انسان واعي كبير فاهم ما هيتقبل انه احنا نقول والله بيربيها، هو كان بيضربها يعني بيربيها، يعني انا يحق لزوج انه هو يضربني. في واحد عض زوجته لانه يقول لك القران الكريم كاتب فعظوهن، فهو يحسب انه عضها صرها غلط بدل ما يعظها وفهم الايه انه عضها. احنا ناخذ الدين على كيفنا يعني ولا كيف؟ احنا ناخذ الدين على كيفنا استاذ حسن؟ لا طبعا، هو شوفي هي المشكله بالمفاهيم الاجتماعيه، بالتربيه، بالتشكيله، بالنواه الاسريه الاولى. انت زي ما قلتي انه الرجل المفروض انه ما ينضرب، اصلا هذه جزء من قيمنا الاجتماعيه. حتى لما يطلع بالسوشيال ميديا انه امراه ضربت رجل، واو ليه كيف، تشوفين الهجوم والرفض. بس لكن عادي انك تضرب حرمه شيء شيء طبيعي. إيه بس انه رجل يضرب امراه هذا شيء تعودنا عليه، مقبول اجتماعيا، مقبول من الانظمه، من القوانين، من رجال الدين، من رجال السوشيال، من كل جهه. هذا شيء جزء من حياتنا الاجتماعية اللي احنا قاعدين نعيش فيها. إن أردتم أن تغيروا ما بقوم غيروا ما بأنفسكم. صحيح. احنا لازم نبدأ بالنفس، نبدأ واحد. صحيح، بس أنت ارتقيتي إلى مرحلة أرقى منزلة الإنسان. احنا ما نحكي عن هذا، احنا نحكي عن المجتمعات الطبيعية. صح. العادية اللي يتعاملون بأخطائهم، بارتكابهم للحسنات، للسيئات، للآثام وإلى آخره. طيب. هذه جزء أنا أعتقد المدارس والمناهج بالذات في المراحل الابتدائية الأولية مسؤولية تامة عنها، بدل ما يعلمون الطفل تدخل بيدك اليمنى ولا تاكل باليسرى ولا بالرجل ولا مدري إيش، يا أخي علموهم حقوقهم كل باليمنى، وكمان هذا حقك خليها مع بعض. يعني ما أنا على المنهج بقضايا ما تهم الأطفال، بينما أبسط الأشياء اللي هو حقوقهم، لما جهة رسمية مثل وزارة الشؤون الاجتماعية تروح تقدم محاضرة للأطفال عن حقه، والأطفال الآن يستوعبون يفهمون بسبب المعرفة اللي صارت مفتوحة أمام الجميع. لما يروحوا يحكوا عن حقوق الطفل أنه المفروض ما تسمع أحد يضربك، ما تسمع أحد يتلفظ عليك، ما تسمع أحد يعتدي عليك، أن الخروج الويكند من حقك و إلى آخره، يروح هذا الطفل يقول للأمه أنهم جو اليوم وزارة العمل وقالوا لنا كيت كيت كيت. الأب يبدأ يقلق، يصير عنده حالة قلق طبعا. أنه في مصادر وفي أماكن وفي قانون ممكن يلجأوا له الأهل، ممكن الولد يبلغ عن أبوه أنه هو بيعنف أمه. يا بالضبط. بس برضو دكتورة أو أستاذة حصة، في حاجة ثانية، الفحص ما قبل الزواج، ليش ما بيصير عندنا فحص نفسي بحيث أنه حتى مش بس الزوج، حتى الزوجة في حالة لو مثلا عندهم ميول عدوانية أو ميول عنف ممكن تظهر من خلال الفحص المبكر ما قبل الزواج؟ ليش إحنا بس بناخذ التحاليل العادية اللي هي في حالة توافق أو عدم توافق؟ ليش ما بيصير برضو إلزام حكاية وجود فحص نفسي، اضطرابات نفسية للمتزوجين قبل الزواج؟ صحيح، هو المفروض أنه يطلع فيه تأهيل للزواج كمفهوم بحد ذاته. صح. أنا ليش بتزوج أصلا؟ لأن بنت خالتي تزوجت وأنا لسه ما تزوجت، لأنه خالتي تقول والعمتي تقول وصديقاتي اللي تزوجوا واحدة منهم جايبة عيال وأنا لسه ما بعد تزوجت، أول واحد بيطق الباب بتقول يا يلا جاني عريس خلاص انتهى الموضوع. موضوع مو بكذا. صحيح. موضوع أنا هذه كينونة، أنت بتكونين لبنى من أساسيات بناء مجتمع. حتى لما أنا أبروح أتزوج مثلا لازم أعرف هذا اللي بتزوجه الإنسان وشو. يعني شوفي مظاهر الزواج عندنا للأسف، الأم تشوف الأم، الزوج تشوف أم العروسة، وأبو العروس يشوف أبو العروس، وإخوان العروس يشوفون إخوان العروس، وكل العائلة تقوم مع بعض إلا الزوج والزوجة، العروس والعروسة، اللي هذا الموضوع يخصهم الأثنين
هم اللي ما يلتقوا ما يشوفون بعض. اقشط واربح. هالحين يلا حتى اقشط واربح اطلعت اسهل. طيب ما نقول استاذه حصان شوي تغير مفهوم المجتمع؟ احسه تغير يعني الاشياء اللي بالنسبه للزواج ولا العنف؟ للزواج والعنف احنا يعني احنا الان جالسين نوعي انه المراه اللي تتعنف لازم تروح تبلغ. بالضبط. يعني احنا ما نقدر نعمم ونقول انه شيء ظاهره ومنتشره، لانه نقدر نقول ان الوعي صار كثير. صح. اذا توافقين استاذه حصه هذا اول شيء. ثاني شيء، المراه قويه، ما قد شفت مراه ضعيفه. المراه هي اللي تضعف نفسها، هي اللي تستضعف، وهي اللي تخلي نفسها ضعيفه، وهي اللي تخلي الرجل يتجرأ عليها، سواء اخ سواء اب سواء زوج. انت لك كلمه، لك لسان، لك كيان، انت موجوده، المفروض انها تتكلم. يعني المراه انا ما احس انها ضعيفه، انا احس انها واحده قويه وقادره. ليش الضعف هذا اللي فيها؟ ليه تسوي نفسها مستضعفه؟ هي الموضوع مو بهالبساطه هذا اللي احنا نشوفه. صحيح، انت انا اشوف كل النساء اللي حولي قويات وماخذين حقهم بالطول وبالعرض. صحيح. لكن احنا نتكلم عن اللي ما تقدر. في نساء لا فعلا ما يخليها ما تقدر. انا اقول لك ليش تخليها، التربيه لها دور. واحده اكتملت صورتها واكتملت عقلها ووصلت الى 21 سنه و22 سنه وهي ما تقدر تقول لاخوها ولا ما تقدر تقول لابوها لا. هذا صوره الاب والاخو هو اللي بيمثل صوره الزوج لاحقا. تبي تتزوج، تبي تتعامل مع هذا الزوج زي الاب والاخ اللي ما تقدر تقول له لا. انها مسيره وليست مخيره. بالضبط. فتنتقل هذه الصوره النمطيه عن هذا الذكر اللي بالنسبه في حياته انه هو اللي مسيطر، هو الاقوى، هو اللي له القرار الاخير، هو اللي له السياديه والى اخره. انا تابعه له. نعم. احنا ما نتكلم عن النساء بشكل عام، زيهم زي الرجال، فيه القويه وفيه الضعيفه وفيه المهزوزه وفيه اللي تعرف وش اللي تبي وفيه اللي عندها خيارات في الحياه وفيه اللي ما عندها والى اخره. العنف عاده يوقع على اضعف الحلقه الاضعف. نعم. ما هو على الجميع ولا هو على الكل. نعم. وما اعتقد فيه خيار لامراه انها تبي تختار انها تكون في هذا. الله يخليكي، بس وضحي لي، في عندنا نسبة أو نقدر نقول إنها ظاهرة ومنتشرة العنف ضد المرأة؟ هي شوفي، هي طبعا هي أي مشكلة تتكرر تنتقل من مشكلة إلى ظاهرة، لأنها تكون تظهر بصورة متكررة. طيب متكررة هنا بس عندنا. هي احنا ما نقدر نقول صراحة لا هي ظاهرة ولا هي مشكلة. جميل. لأنه فتحت القنوات الآن لهذا الموضوع، فصارت النساء يلجؤون له. أول ما كان النساء عندهم أصلا قنوات إنها تطق يقولوا لا عيب خلاص اسكتي، هذا ولد عمي وهذا ولد خالتي وهذا ولد جيراني وهذا إيه، ومسألة الفضيحة وإلى آخره. هذه القيم أيضا ما زالت موجودة إلى الآن وتمارس وبشكل يعني قوي جدا، لكنه وجود الأنظمة والقوانين هي الطريقة الوحيدة لضبط سلوك الناس. صحيح. ما في أقوى منها ولا في أقوى من غيرها. يعني رجل يضرب زوجته، زوجته ترفع السماعة على الحماية وتبلغهم 1919 ويسوون لهم. بالضبط. ويسوون له محضر أو يسوون له إشكالية أو يسوون له مشكلة وإلى آخره. هذا ممكن ما خلاص يبطل يمد يده. استاذه حصه لا 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 شوفي يا رؤى، في بعض السيدات يجوا تقول لك هم كيف يخافوا من ايش؟ هي ما تخاف، هي تخاف من المجهول، تخاف مما يترتب عليه بعد ذلك. ممكن اهلها ما يوقفوا جنبها. في بعض الاهالي استاذه حصه بلاش يعني اهلي يوقفوا جنبي ولا في المستشفى؟ حتى ما يوقف جنبها. طيب. في بعض الاهالي يقول لك حتى ما يقبل بنته تتطلق، يقول لها انت تجيني مكفنه ولا تجيني مطلقه. يعني لما الوحده تواجه يعني اقرب الناس ليها اهلها اخوانها عزوتها ابوها سندها، ما يجي يوقف جنبها لما بشوف زوجها بيعنف. احنا طبعا بتكلم في حالة لو كان الزوج بيعنف بعيدا عن الاب والاخ، لما الاهل ما يوقفوا جنب بنتهم في الموقف ده، هي نفسها ما تقدر ترفع سماعة التليفون وتبلغ، لانه اكيد لازم يكون في احد واقف جنبها، فتخاف وتترك سماعة التليفون. يا حبيبتي غزل، القانون والنظام كل واقف، الدولة كلها واقفة جنبها، ابغى استنى ابويا واخوي يوقف جنبي؟ لا ما عليك. لا هو احيانا شوفي، احيانا مهيب من اللي واقف معي انا وموقفي انا هل اقدر اسويها ولا ما اقدر؟ هل انا عندي قدره واستطاعه اني ارفع السماعه واشتكي زوجي ولا اني ابلغ عنه ولا اني افضح العائله مثلا ولا اني اسوي مشكله؟
هذه هي الإشكال. أنا لما أفكر أني أسوي شيء أفكر في نفسي أنا في تقول لي حماية لأولادي. طيب أنت لا، ما تقعد، أنت قاعدة تأذين أولادك أصلا. صحيح. أنت ما أنت قاعدة تساعدينهم، لأنهم يشوفونك تنضربين كل يوم. صحيح. ولأنك أنت تنضربين، أنت مو بس تبي تخلقين يعني أنت شخص غير سوي، تبي تصيرين أنت شخص غير سوي، أطفالك اثنين، وبعدين كل واحدة معنفة تلاقي عندها ثلاثة أربعة أطفال. طيب ليه دول الأطفال ليه تجيبونهم؟ ليه تجيبونهم من جد؟ هذه والله أستاذ يعني فيها تثقيف من جميع الجوانب. حلو. مو بس على مسألة أنه تعنف أو لا تعنف. صحيح. من أول ما تتزوجين تحملين؟ تحملين، لا خلاص ما راح تحمل من أول ما تتزوج، راح نوصيها لا تحمل أول ما تتزوج. لكن الشيء اللي جدا مهم أن الإنسانة تكون عارفة كيف تكون مستقلة ماديا، صرت تقول مع السلامة وهي مرتاحة، تأخذ عيالها وتربيهم وتصرف عليهم، هذا أول شيء أساسي لازم تركز عليه. وإذا كانت تعرف حقوقها ما راح تخاف. شكرا لوجودك اليوم استاذة حصة، شكرا على هذه المعلومات، يعطيكم العافية. مشاهدين احنا بكين باقي الفقرات، لكن بعد الفاصل.